الكل والوالد والياسمين، صباحكو نادي ان شاء الله. صباح الفل يا مصر، صباح الفل في عصر مليان خير وتقدم. صباح الفل يا احلى بلد في الدنيا، يا ام الدنيا، صباح الخير يا مصر. صباحكو فل فل وورد وياسمين. النهارده حلقه جديده ومختلفه جدا في برنامج مهمات خاصه. الحلقه اللي فاتت كانت اول حلقه لينا في برنامج مهمات خاصه، ان شاء الله دي الحلقه الثانيه. والحمد لله لقينا رد فعل جميل قوي، والحمد لله طلعنا في قناة الصحة والجمال. الحمد لله أثبتنا في خلال حلقة واحدة اللي احنا إن شاء الله مستمرين إن شاء الله في 2020، إن شاء الله هنكمل 2020 في قناة الصحة والجمال. مبدئيا كده الحمد لله عشان برنامجنا 100 شاف، اللهم لك الحمد ولك الشكر. النهاردة الناس راحت النيابة واخدة إجراءاتها كاملة، وإن شاء الله حقهم هيجي الحمد لله، اللهم لك الحمد. في المكان ده الأسبوع اللي فات، الأربع اللي فات كان معايا الضحايا وكانوا فاقدين الأمل، بس بفضل الله وبفضل دعواتكم النهاردة هما موجودين في النيابة، وأنا بتكلم معاكم دلوقتي وبيتحقق مع النصاب. النهاردة فقراتنا كالآتي: الفقرة الأولى هتبقى مع المستشار جمعة، هيكلمنا عن شركته وهيكلمنا عن تفاصيل شركته وهيكلمنا عن مشاريعه الأيام القادمة. الفقرة اللي بعديها هنتكلم عن المصريين اللي بيشتغلوا في الخارج، المصريين اللي بيسافروا دول كتير عربية وبيتنصب عليهم، ساعات بيضيع شقة عمرهم. الفقرة الأخيرة هتبقى مع الأستاذ إسلام متولي، هنتكلم معاه عن الأضرار اللي بتواجه طلبة الثانوي العام. وإن شاء الله في وسط الفقرات هنقدم لكم مفاجآت كتير قوي، انتظروها عشان بجد الحلقة دي هتبقى حلقة نارية ومختلفة جدا. حابب قبل ما اطلع فاصل اشكر كل الناس اللي قامت على البرنامج، برنامج مهمات خاصة. بشكر تحديدا قناة الصحة والجمال، من رأيي افضل قناة في الوطن العربي واحسنهم وافضلهم، ومحتواها بجد محتوى مشرف بجمهورية مصر العربية. صباح الفل يا مصر، نلتقي بعد الفاصل مع المستشار جمعة، انتظرونا. عدنا لكم اعزائنا المشاهدين، احب ارحب بضيفي، بجد ضيف من الاسود، من اسود المحامين في مصر، المستشار جمعه السيد خليف. مؤسستك جميله قوي، شركه ارتيمكس، شركه بجد، سوري، مؤسسه بجد من مؤسسات اللي هي بجد لما المصريين كلها على قلب رجل واحد. بجد برحب بيك وبجد بشكرك جدا. عايزين نخش بقى في التفاصيل، بس الاول رحب بالساده المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بمشاهدين قناة الصحة وجمال عموما، وبرنامج مهمات خاصة برعاية مؤسسة أرتيمكس وبتقديم الإعلامي الشهير والممتاز والماهر الأستاذ متولي سعيد، اللي دايما واقف جنب الناس وواقف في الخير دايما مع الناس الغلابة والناس الضعفاء على مستوى مصر، وده اللي أنا بلمسه فيه دايما إن هو رجل خير ورجل محترم. موضوعنا الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن ضحايا الثانوي العام تحديدا، واتكلمنا عن الطلاب اللي اتنصب عليهم بأرقام كبيرة، 15,000 دولار و 20,000 دولار، حتى واحنا بعد ما خلصنا هوا وماشيين الطلبة نفسهم محبطين وعارفين ان الطريق مظلم. بعد ما مشينا من هنا من الحلقة اليوم الأربع اللي فات، ايه كواليس الموضوع بقى؟ وعايزين نعرفه من حضرتك. والله احنا ماشيين طبعا في الإجراءات القانونية السليمة والإجراءات الكفيلة بعودة حقوق أصحاب الحقوق اللي هم الطلبة اللي تم ظلمهم وتم الزج بيهم في مستقبل مظلم، مستقبل لا يبشر بخير. لما طالب يدخل الثانوية العامة ويحصل على 90% أو 85% وكان مؤهل أنه يدخل في بلده كلية صيدلة أو كلية طب أسنان، ونيجي نفاجأ أنه هو سافر بره
على وهم ان هو هياخد منحة مجانية في دراسة الطب في روسيا او في اوكرانيا او في ماليزيا او في الفرص المتاحة والمعلن عنها بصفحات بعض الشركات الصادقة وغير الصادقة. احنا مش هنقدر نحمل حد مسؤولية سوى مسؤولية الوعي لدى الطلبة ولدى اولياء امورهم. سؤال من اول الحلقة اللي فاتت لحد دلوقتي بيدور في دماغي ومش لقيله حل. النصاب ده اللي هو الطالب اللي نصب على الطلاب دي كلها، الموضوع دخل قد ايه دلوقتي استاذ جمعه؟ دخل في سنه؟ دخل في سنه. ليه لحد دلوقتي ما اتحبس؟ طبعا الاجراءات اصلا بدات متاخر، بدات من حوالي شهرين، زائد اني انا كمحامي لا استطيع الجزم بانه نصاب من عدمه. الامر يرجع الى النيابه العامه والى سلطات التحقيق والى قاضي الموضوع. انا مجرد محامي بقدم اوراق ومستندات بتدل او ممكن تشير الى ان هناك واقعه او جريمه، ولكن الفيصل فيها للقضاء. لا استطيع ان اتهم انه هو نصاب، لا استطيع ان اجزم ان الجريمه وقعت، ولكن كل شواهد الواقعه بتقول ان الناس دي اتنصب عليها او الناس دي اتضحك عليها او الناس دي وقعت فريسه لحد معين. ممكن يكون حد غير الاخ اللي هو الطالب اللي تعامل معاهم، ممكن يكون هو كمان اتنصب عليه. تمام. معانا مداخله من الاستاذ اسلام، الاستاذ في الثانوي العام تحديدا بيدرس لطلبه الثانوي العام وملتمس يعني ما شاء الله على الاستاذ اسلام الجوانب النفسيه. ثانيا اللي هو مطلع مثلا 60% من وقته للطلاب الايتام مجانا بدون مقابل، وهو عايش مع الناس اللي هم الطلبه بتوع الثانوي العام. احب ارحب باستاذ اسلام، استاذ فلسفه. اهلا بيك يا استاذ اسلام. اهلا بيك، ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. استاذ جمعه هيطرح عليك مواضيع خاصه بطلاب الثانوي العام. معاك استاذ اسلام على الهواء، اتفضل. السلام عليكم يا استاذ اسلام. وعليكم السلام، مرحب بيك. مرحب يا مرحب بحضرتك. هو السؤال الأول، يعني باعتبار حضرتك خبير في الدراسة الثانوية مع الطلبة وأكيد حضرتك ملم بجوانب كتير، جوانب نفسية واجتماعية. الطلبة دول لما يجي طالب النهاردة يحصل على 90% أو 85% ويجي يقدم في جامعة مصرية سواء كان جامعة حكومية أو جامعة خاصة، ليه إحنا لا ننشر الوعي ما بين الطلبة إن الدراسة في مصر ممكن تكون أفضل من الدراسة في أوروبا؟ يعني أنا مش عايز أتكلم في جودة التعليم، جودة التعليم دي ترجع إلى معايير دولية، ولكن أنا النهاردة في أمان تعليمي في مصر. يعني أستاذ إسلام دلوقتي عايزين نعرف طالب ثالثة ثانوي تحديدا بقى فريسة سهلة ليه؟ والله استاذ متولي اقول لحضرتك ان الطالب المصري بيبقى عنده ميول ودوافع على حسب بيئته اللي اتربى عليها. واحنا في بيئه مصريه واخدين ان في كلمه وفي قاع. وده حاجه غير صحيحه تماما، ان دايما الطالب بيقع فريسه، تعالى دخلك كليه قمه وهتبقى دكتور ولا هتبقى مهندس ولا هتبقى اقتصاد وعلوم سياسيه باي مبلغ مش مشكله، وعنده اهم حاجه الجزء المعنوي والجزء النفسي اللي هيأثر فيه. فاحنا هنا مربيين ولادنا اصلا غلط في المدرسه، حتى ممكن تلاقي اولاد مدرسين ماشيين بنفس النظام. فاحنا مش هنتغير لما نغير من نفسنا الاول. احنا لازم نعرف يعني ايه ميول طلاب، يعني ايه دوافع طلاب، يعني ايه بيئه محيطه، علشان نبتدي نحميهم من الكلام ده كله. انت بتتكلم في معظم الطلبه بتتاثر بالشائعات وبتتاثر بالاستهواء. اذا حضرتك هي مشكله وعي في الاول وفي الاخر، مشكله توعيه. بص يا استاذ جمعه، الوعي يا استاذ جمعه ملوش كبسوله اديك برشامه من الصيدليه غير بها وعيك. برافو. الوعي ده عمليه معرفيه بتتعدي من خلال السلوكيات. أيوة. من خلال جانب احنا عاملينه في علم النفس المعرفي، اللي احنا لازم نعدل سلوكيات اولادنا. تمام. طب يا استاذ اسلام انا عايز اسالك سؤال، الصحه النفسيه بتاعت الطلاب دلوقتي اللي هو كان بيحلم اللي هو يبقى دكتور ودلوقتي دخل كليه زراعه، وفي طلاب دلوقتي قاعده في البيت من الطلاب اللي هم اتنصب عليهم عندهم اكتئاب نفسي وعلى وشك على الانتحار، اللي هم مستقبلهم متدمر، تحب تقول لهم ايه؟ وفي منهم شايفيننا على الهواء. والله يا استاذ متولي انا عايز اقول لحضرتك ان احنا فاهمين ان الفشل غلط. الفشل هو نتيجه لم تكن مرغوبة أنا حصلت عليها،
يعني انا ببقى عايز اجيب 100%، لو جبت 99 يبقى ده بالنسبه لي فشل. ده طبيعي، كلنا بنفشل، بس اللي يستمر نحو الهدف ويستمر عشان يوصل لهدفه هو ده المطلوب. فاحنا لازم نوعي اولادنا اللي انت لازم تبقى عندك اراده، يعني انت تريد، انت اي كليه ممكن تجعل منها كليه قمه وتجعل منها انسان ناجح من ايوه صح خلال تميزك. لما تكون انسان متميز هي دي القمه. ممكن يبقى عندنا 100 دكتور مظبوط. بس 100 دكتور فاشل، احنا مش عايزين غير الدكتور المميز. برضه انا استاذ اسلام بحب برضه اشكرك جدا على المبادره اللي انت عاملها لطلاب الثانوي العام. استاذ اسلام يا جماعه هنسيب رقمه برضه في الكنترول، اي طالب ثانوي غير مقتدر استاذ اسلام هيديله حصص مجانيه. احنا مش بندعم الدروس الخاصه ولا بندعم الحصص الخاصه، بس الطلاب اللي هم يعني ما عندهمش مقدره اللي هم يدفعوا فلوس، استاذ اسلام عاملها المبادره دي مجانيه. ويا مرحب يا رب يكون 20,000 طالب لاستاذ اسلام بالمجان. هو راجل مشكورا، الراجل قال يا جماعه انا بدي دروس مجانيه. بشكر احنا استاذ كمان اسلام. بنتضامن مع الاستاذ اسلام وممكن نوفر له مقر يعمله مركز للدروس الخصوصيه مجانا للطلبه غير القادرين في الهرم او في العمرانيه والله او في لسه على الطبيعي. الهوا دلوقتي قسما بالله ما اعرف الكلام ده. يا استاذ اسلام ما كلمني قبل الهوا قال انا هدي حصص مجانيه واستاذ جمعه هيوفر المكان. طب يا استاذ جمعه بالله عليك انا نفسي افهم حاجه، اتفضل. فين وعينا؟ فين احنا كناس يعني عندنا وعي؟ فين اولياء الامور دول وهم بيدفعوا المبالغ البهيظه دي 15,000 دولار و20,000 دولار؟ فين عقلنا ساعتها؟ هو المطلوب بجوار العقل وبجوار الوعي، المطلوب الارتقاء بالعمليه التعليميه في مصر. هو الفيصل الأساسي في الموضوع كله. لو أنا نشرت الوعي ما بين الطلبة من ابتدائي لإعدادي لثانوي إنك أنت مش شرط تطلع دكتور، أنت شرط إنك تطلع ناجح في مجالك. أنت قلت لي برضو معلومة مهمة لسه دلوقتي اتفضل. حاضرة في ذهني، قلت لي في ناس اتنصب عليها تانيين في دول تانية زي مين مثلا؟ أيوة دول إيه؟ أيوة، في طلبة حاليا بيطلعوا يروحوا أوكرانيا وماليزيا، بيطلعوا دول شرق آسيا عموما، للأسف بيتعرضوا لمهالك ومصائب. إيه هي المهالك والمصائب؟ إن هو بيفاجأ لما بيسافر على دراسة عادية، ولكن بيفاجأ إن مصاريف المعيشة في الدول دي مصاريف باهظة الثمن، فبيضطر الطالب ينزل للعمل وبيضطر يتبهدل ويضطر يتعرض لمعوقات وصعوبات وممكن يتحبس كمان في بعض الحالات. وهو ده اللي سببه إيه؟ سببه إن الطالب اللي طالع ده ما عندوش وعي أصلاً إن الدراسة في مصر ممكن تكون أفضل بالنسبة له. ممكن هو عايز يدخل طب، لو دخل كلية آداب قسم علم نفس وبقى متفوق في قسم علم النفس ممكن يبقى طبيب، دكتور جامعة، طبيب نفسي، ممكن يكون معالج زي الدكتور إسلام اللي كلمنا، طبيب أيوة نفسي أيوة، وذاكر وخد دبلومات فهي وبقى هي أستاذ هي دلوقتي. إحنا إن شاء الله هنرجع للارتقاء بالعملية التعليمية بجانب الوعي الطلابي تمام لدى الطلاب ولدى أولياء الأمور، وهذا لا يأتي معنا إلا حد من أولياء فضل. الأمور من أحد الضحايا معنا. مين يا جماعة؟ تمام، معانا ام احمد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازاي حضرتك يا استاذ متولي؟ حضرتك طلبتي مداخله. خير يا فندم، امورينا. هو بخصوص الموضوع بتاع الطلاب تمام، انا ليا اخويا برضو نفس القصه، منصوب عليه في فلوس. مبلغ قد ايه حضرتك؟ دخل في حوالي 35,000. 35,000 جنيه؟ ده في ناس ده استاذ جمعه بيقول في طلاب منصوب عليهم ب 400,000 و300,000 جنيه، ازاي اتنصب عليه؟ هو دفع جزء، ال 35,000 دول دفع جزء، يعني وكان جزء من المفروض المبلغ، يدفع الباقي. جزء أيوة من المبلغ. ايوه يا فندم. تمام، ايه اللي حصل؟ ايه الموضوع بالظبط؟ قولوا لنا كده. الموضوع حضرتك ان برضه حد قال له هجيب لك منحه بره وهناخد جزء، وبعد ما هتسافر هناخد الجزء الثاني وبرضه اتنصر عليه. تمام. هو اخوك مخلص ثانوي عام؟ ايوه. مجموعه قد ايه؟ جاب مجموعه قد ايه؟ كم؟ 93%. 93%؟ ايوه. كان علمي؟ كان علمي. ايوه. وحضرتك الشخص اللي نصب عليه ليه مكتب او شركه؟ لا، هو حضرتك برضو كان قال عمي بيصفر، يعني هو كان زميله برضو قال عمي بيصفر. ولم برضو من كذا طالب. انتوا لو تعرفوا بياناته وتعرفوا المعلومات عنه ممكن تتواصلوا معايا او تتواصلوا مع حد من المؤسسه من عندنا، انا عايزه واحنا اقول ان لك شاء يعني الله كده
عايزه اقول لك ان اخويا كده اتدمر نفسي لان طيب حاجه ام احمد هتسيبي رقمك في الكنترول وهنخلي استاذ جمعه يتواصل معاك ان شاء الله، وان شاء الله في حل الموضوع باذن الله ان شاء الله. كارثه اقسم بالله كارثه. طلبه الثانوي العام ضايعين، طلبه الثانوي العام بيموتوا، طلبه الثانوي العام بيتدمروا. على ما يكون طالب ثانوي عام اولى وثانيه وثالثه طالع عينه تعبان، تعبان في المذاكره ليل نهار ما بيقومش، تعبان تعبان يا ناس. طالب الثانوي العام بيموت وفي الاخر حلمه يتدمر، حلمه يبقى سراب، حلمه يبقى سراب. ليه ليه ليه؟ حرام حرام لما يكون طالب طالع عينه في اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي وفي الاخر خالص في الاخر يتدمر كده، وفي الاخر نقول ولادنا بيشربوا مخدرات ليه، ولادنا اتدمروا ليه، ولادنا دخلوا المخدرات ليه، ولادنا ضاعوا ليه؟ ضاعوا عشان ما حدش احتواهم، ضاعوا عشان اتنصب عليهم. ما هو طالب زي ده لما يكون ثالثه ثانوي وجايب مجموع 93% ويلاقي نفسه ما دخلش جامعه ولا دخل اي كليه، قعد في بيته، اكيد هيشرب مخدرات، اكيد هيتدمر، اكيد هيتدمر، اكيد هيوصل لمرحله فيها دمار، فيها دمار من جميع المقاييس. وساعتها نرجع نقول مخدرات المخدرات المخدرات، المخدرات بتدمر، المخدرات بتقتل، المخدرات بتخلي حياة الأسر جحيم، أقسم بالله بتخلي حياة الأسر جحيم جحيم. بيوت كتير قوي مقفول عليها الأبواب وكل بيت طالع منه مدمن، المدمن ده بيسرق أهله، بيسرق أبوه، بيقتل، بينصب، بيعمل كل حاجة. أستاذ جمعة، حل الموضوع ده إيه؟ والله أنا يعني الأول بحيي وزارة التربية والتعليم للقطاع الفني أولا، وهي إنها بدأت تنتهج بالمشاركة مع القوات المسلحة المصرية انتهاج التعليم الفني العملي. تمام. التعليم الفني العملي هو الذي سوف يخرج لنا جيلا متطورا، جيلا يتابع التكنولوجيا العالمية. معلش استاذ جمعه، آسف، احنا كنا بنتكلم عن مخدرات، في حد كلمني دلوقتي في الاردبيز، حملة إيش في مدمن بتدعم مؤسسة حضرتك. تمام. ويا جماعة معانا مين يا جماعة؟ معانا أستاذ كريم سعد صاحب مصحة. ألو. ألو. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. أخبارك إيه؟ إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. بنشكرك على السنين الطويلة قوي في مرحلة علاج المدمنين بالمجان وغير القادرين. أحب أرحب بيك وبحب أقول لك بجد ربنا يكرمك وربنا يسعدك، وبجد انت ياما دخلت ناس كتير قوي، وانت ما شاء الله عليك من الناس الشاطره جدا. عايزين نعرف ليه الشباب بيوصلوا للدمار ده؟ والله يا استاذ متولي، هو في اسباب كتير جدا ممكن بتؤدي في النهايه ان الشاب يكون مدمن او ان هو يشرب مخدرات. العوامل الاجتماعيه اللي حواليه والظروف والسلوكيات اللي بيتخذها، والاهالي لازم يفهموا ان هم احيانا بيكونوا سبب كبير جدا انه يخلق في بيته طفل. طب استاذ كريم، استاذ كريم، احنا سمعنا ان في يعني في مخدرات اسمها بودره وفي شعر، الكلام ده فعلا حقيقي؟ اه طبعا، في حاجات كتير جدا. طب عن طريق برنامجنا في تطور. تمام. عن طريق برنامجنا لو جبنا لك مدمنين نعالجهم بالمجان نقدر ان شاء الله؟ ما عنديش اي مشكله، اي حاجه اقدر اساعد فيها طبعا بلدي والشباب، انا ما عنديش مشكله. ربنا يخليك. وشركه سوري ومؤسسه ارتيمكس هتساعدك برضو وهتساهم معاك برضو بجزء كبير جدا، وان شاء الله هتعملوا انتوا الاثنين بروتوكول مع بعض عن طريق البرنامج. ويا جماعه لو اي حد مدمن مخدرات يتواصل معانا عبر الكنترول، وان شاء الله هيخش عن طريق استاذ كريم بالمجان بدون اي، مش هيدفع جنيه، مش هيدفع شيلين، بس انت انوي بس وقول انا عايز اتعالج. مشكورك جدا يا استاذ كريم، وبجد ربنا يكرمك ويكتر من امثالك. مستشار جمعه بجد الحلقه الجايه يا جماعه هتبقى حلقه مهمه جدا، وحلقه من العيار الثقيل. قضايا النصب اللي بتحصل، مش هنقول دول عربيه، احنا كلنا شعوب عربيه واحده وكلنا دوله عربيه واحده، بس بتحصل مع اخواتنا بره في الخليج. يقول له تعالى سافر هتطلع مهندس صيانه، بيطلع مهندس صيانه وبيشتغل في الشركه، بيقعد فيها مده ويقول له انا هحوش لك هحوش لك هحوش لك هحوش لك، وفي الاخر وهو نازل يقول له مالكش حاجه عندي، بعد ما بيقعد سنه واتنين وبيطلع عينه، بعد ما بيطلع عينه بجد. استاذ جمعه بشكرك جدا، ان شاء الله انتظرونا يا جماعه مع استاذ جمعه الحلقه الجايه ان شاء الله في قضايا مهمه جدا، والحلقه الجايه هتبقى مختلفه اختلاف تام جدا.
منورنا بجد، مبسوط بيك، انتظرونا ان شاء الله يوم الجمعه القادم باذن يوم الاربعاء باذن الله الساعه 1 في برنامج مهمات خاصه، والحلقه الجايه هيبقى فيها تقارير مهمه جدا، وفي جريمه مش هننوه عليها بس هنقولها لكم الحلقه الجايه. بحبكم جدا جدا جدا، كان معاكم متولي سعيد، بحبكم في الله، السلام عليكم.